مشاهدينا الكرام، ما زلنا في هذه التغطية الحية والمباشرة لفعاليات ما يتم داخل المنطقة الخضراء على هامش مؤتمر المناخ الذي تستضيفه هذه المدينة، مدينة شرم الشيخ. وتابعنا الجلسة الخاصة بالتغيرات المناخية وقضايا البيئة والتي أقيمت تحت مظلة مجلس أمناء الحوار الوطني في إطار هذه الفعاليات. ويكون لنا هذا اللقاء مع دكتورة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنية. أنا برحب بك في البداية على شاشة التلفزيون المصري. أهمية هذه الجلسة التي عقدت والفعاليات التي تقام على هامش الفعاليات الرئيسية في المنطقة الزرقاء. يعني طبعا السادة المشاهدين يمكن متابعين من خلال الأيام اللي فاتت أهمية انعقاد قمة مؤتمر الأطراف في مصر، وده إزاي ممكن يدعم قارة أفريقيا كلها في النجاة من آثار التغير المناخي. الجلسة دي كانت جلسة مهمة جدا لأنها بتربط كمان بين الحوار الوطني الذي يجري الآن في البلد، واللي هو حوار غير مسبوق من عشرات السنين، وبين قضية في منتهى الأهمية، يمكن هي القضية الحاكمة والأولى في السياسة النهاردة، وهي قضية التغير المناخي. يمكن كل الزملاء اللي اتكلموا اتناولوا من مناظرهم المختلفة، سواء ازاي الفئات الأكثر هشاشة هتتعرض لظلم يعني مناخي كبير جدا جدا، وايه دور المشرعين، لأننا النهاردة لازم يكون في بيئة تشريعية متواكبة مع الاستثمارات الخضراء وتقدر تدعمها وتقدر توصلنا لحياد مناخي، لأننا نقلل انبعاثاتنا من الكربون في أقرب وقت ممكن، وإزاي كمان ممكن نحمي الفئات الهشة زي السيدات وزي كبار السن وزي القاطنين يعني في حوض البحر المتوسط. عندنا مدينة زي الإسكندرية مهددة بالغرق، عندنا محاصيل غذائية عديدة تصيبها الآفات وتتأثر بشكل مباشر بأثر التغير المناخي وبتهدد أمننا الغذائي، وعندنا سياحة متضررة بشدة نتيجة لتأثر الشعب المرجانية وغيرها قضايا التغير المناخي. فيعني كاقتصاد احنا اقتصادنا متضرر بشكل كبير، ويمكن عندنا مظلومية تاريخية كدول الجنوب العالمي مع دول الشمال العالمي تتطلب مفاوضات عالية المستوى وتتطلب جهد لا يتوقف في 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 هذا الإطار. علشان انا الحقيقة ما بعتدش ابدا بفكرة اننا مساعدات او منح تمنح من الدول الكبرى للدول الأقل حظا، لأن هم مسؤولين تاريخيين عن هذا، فإحنا شركاء في النجاة منه كمان، وده دور السياسيين ودور صناع السياسات. والحوار الوطني يمكن قائم بكذا لجنة علشان يحاول يوصل لخارطة طريق تخص هذا الأمر المهم في قلب ما بيناقش الزراعة والصناعة والحقوق السياسية وحقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات. كيف تقيمين ما يحدث على المستوى الرئاسي والحكومي والتعهدات التي تمت حتى هذه اللحظة في إطار قمة التنفيذ التي تحاول مصر من خلال أجندتها لوضع آليات تنفيذية لم يتم تحقيقها في النسخ السابقة؟ زي ما حضرتك ذكرتي، هي قمة التنفيذ، يعني ده اللي مصر حطته كعنوان لهذه القمة، لأنه النهاردة احنا في السنة 27 لانعقاد هذا المؤتمر، والكثير من الوعود على الطاولة ولكن القليل منها جدا هو ما ينفذ. يمكن هتابع الأسبوع الثاني بدقة التعهدات أخبارها إيه، لأنه الأسبوع الأول بيبقى بطيء نوعا ما في المفاوضات، ولكن أرى أنه مصر استطاعت الحقيقة بكفاءة أنها تجمع الكثير من التمويلات اللازمة والواجبة لتحولها نحو الصناعات الخضراء، وبشراكات مهمة ومحترمة واستراتيجية مع الكثير من دول الشمال العالمي. أشكرك شكرا جزيلا على هذه الرسالة. أشكر حضرتك. يعني مشاهدينا الكرام، التغيرات المناخية والعدالة المناخية مفهوم يحمل في طياته العديد من ما يتعلق بصحة الإنسان وسلامة الغذاء والأمن العالمي الذي يؤثر على كافة المناحي التي تؤثر على المجتمعات والدول.